ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا رئيس تحرير اليوم السابع الأستاذ أكرم القصاص. بعد التحية فندم، يعني كيف قرأت حوار الرئيس مع ذوي الهمم وحرص سيادته على الاستماع لهم ولأسئلتهم ومطالبهم؟ الحقيقة يعني سنة عن سنة بتتطور هذه الاحتفالية وبتتحول بالفعل مش بس الاحتفالية لكن كمان مكان لاتخاذ إجراءات وتدعيم ذوي الهمم بشكل كامل، والرئيس بيشارك سنويا بيحرص على هذه المشاركة، وهذا الحوار الحقيقة بيستمع لمطالبهم وفي نفس الوقت بيدعمهم بشكل كامل، سواء يعني أصبح فيه إجراءات كثيرة جدا على مدى السنوات اللي فاتت، سواء في التسهيلات اللي بتقدم أو الدعم المباشر أو الإجراءات اللي في المدن الجديدة وفي الشوارع وفي وسائل المواصلات بشكل اللي يخلي فعلا الأمر سنة عن سنة بيتزايد وكل مطالبهم بتجاب، وهذا الحوار يعبر عن اكتشاف ما يطلبه ذوي الهمم وتلبيته. ويمكن الرئيس كمان أكد على فكرة الصندوق الخاص بذوي الهمم، وده إنجاز برضو كبير على اعتبار أنه يبقى فيه ملايين لتلبية احتياجاتهم وتقديم خدمات ليهم وتقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الإجراءات والخدمات اللي بتقدم ليهم بشكل دائم. يعني بالفعل كما ذكرت سيادة الرئيس كان وجه دعوة لأبنائنا من ذوي الهمم بزيارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. طبعا، ومش بس كده الحقيقة، يعني زيارة المتاحف بياخدوا فيها مجانية كاملة، المتاحف مدينة الفنون والثقافة ومشاركتهم تلبية دعوتهم لأنهم يحصلوا على حقهم في عمل او في الابداع او في تقديمهم، وفي عدد كبير جدا منهم خد جوائز في البارالمبيه وفي المسابقات والمهرجانات المختلفه. احنا بنتكلم على 13 مليون مواطن الحقيقه يحصلوا على حقوق مضاعفه، وهذا حقهم كمواطنين ضمن المواطنه يعني، ودول يعني في كل الاسر ومسانده الاسر كمان، والرئيس حارس يشكر الاسر المختلفه لذوي الهمم اللي هم بيتحملوا برضه مسؤولية تربية ومسؤولية تعليم، وإحنا يمكن على مدى السنوات اللي فاتت حصل ما يسمى الدمج في التعليم على اعتبار إنه ما يبقوش ذوي الهمم منفصلين أو منعزلين عن المؤسسات التعليمية اللي موجودة في الدولة، وده شيء مهم جدا ما يحسوش بفروق، وده جزء مهم جدا من تمكين ذوي الهمم. وإحنا شايفين التمكين مش بس كده، إحنا في المؤسسات التشريعية في المؤسسات المختلفة في نسبة 5% والوظائف التأمينات الصحية الكاملة الإعفاءات والخصومات اللي موجودة في حقوقهم في المواصلات العامة وفي غيره، مراكز الحقيقة يعني احنا بنتكلم على مراكز للتخاطب، تنمية المهارات، مدارس مختلفة ومراكز تدريب مختلفة بتجعلهم على قدم المساواة مع زملائهم وباقي الأشخاص الموجودة في المجتمع. ده طبعا كله الحقيقه مهم جدا، وبيؤكد فكره انه في دعم كامل وتمكين كامل لذوي الهمم وذوي القدرات. يعني بالفعل كما ذكرت كان هناك في كلمه سياده الرئيس تكليف لمجموعه من الوزارات بدعم وتمكين وتعزيز الخدمات المقدمه لذوي الهمم، يعني كان هناك تكليف لوزاره التضامن الاجتماعي بتسليم كروت الخدمات المتكامله لذوي الهمم لحصولهم على كافه الحقوق والخدمات المقدمه لباقي المواطنين وغيرها ايضا من الوزارات، يعني قراءة حضرتك لهذه التكليفات؟ كارت الخدمات المتكاملة ده الحقيقة مهم جدا، لأنه هو كارت واحد بمعلومات كاملة، قاعدة معلومات كاملة بيديله حق التعليم، العلاج، التأمين الصحي الشامل، الاحتياجات فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بالحصول على يعني دخل مباشر لغير القادرين على الكسب، كمان فكرة التمكين مش بس غير القادرين على الكسب، تمكين في التعليم، تمكين في الوظيفة، تمكين في غيره، فده بيجمع كل المؤسسات وكل الوزارات تقدم هذه الخدمات بشكل كامل، ففكرة الكارت ده مهم جدا وأصبح بالفعل بيقدم خدمات مختلفة، وكمان تسريع الإجراءات، كان قبل كده بيتم التأخير جدا في تقديم هذه الخدمات أو غيره، أصبح النهاردة في خدمات العلاج أو في غيره يتم تنفيذه بشكل مباشر، فكرة إن يبقى في أكثر من جهة وأكثر من وزارة ده مهم جدا، لانه ذوي الهمم
ذوي القدرات الخاصه مهم جدا ان هم يشعروا انهم في بؤره الاهتمام، وبنشوف الرئيس بشكل مباشر بيقدم كل ما يمكنه وبيستمع اليهم بشكل كامل ويلبي هذا بشكل كبير. يعني لو عدنا مرة أخرى إلى اليوم الاحتفالي المليء بالأمل والتفاؤل والقلوب النقية، يعني كان هناك أيضا للفن والموسيقى جزء كبير يعني بكل أنواعها من هذه المنظومة من الدعم التي تحمل الكثير من الدعم لذوي الهمم، وتابعنا خلال الحفل عرض فني تركز على هذا الموضوع والنظرة السابقة والنظرة الحالية لذوي الهمم. كيف ترى أهمية دور وسائل الإعلام والسينما والدراما والقوى الناعمة في ذلك؟ على مدى الفترة اللي فاتت شفنا أولا مشاركة بأدوار مختلفة لذوي الهمم في الأعمال الفنية، وبيجيدوا جدا في عملهم، وبعضهم أصبح نجوم فعلا في هذا الأمر. في الرياضة نفس الشيء، في الأمور الفنية وفي الإعلام اللي بيطلب منهم عمل وفعلا بيجيدوا، مش بس كده عمل شكلي لكن بياخدوا فعلا حظهم من العمل. ده كله الحقيقه بيصب في انه لهم حقوق المواطنه الكامله في المجتمع، وفكره الصندوق الحقيقه اللي قرر الرئيس انه سيكون بمليار جنيه، واعتقد انه ده بيمثل اضافه حقيقيه يعني، والصناديق المختلفه هتساهم فيه، صناديق الشهداء، صناديق القوات المسلحه. حقيقة يعني احنا بنتكلم مليار جنيه تم تدبيره فورا النهاردة، اعتقد انه هيتضاعف ويتم استثماره بحيث انه يقدم كل ما يمكن من خدمات ومن مساعدات بشكل كامل، ومؤسسات ودعم مؤسسي. النهاردة بنتكلم على دعم مؤسسي كامل لذوي الهمم، مش مجرد كلام، الحقيقة فعل حقيقي على مستوى كله يعني. يعني بالفعل كما ذكرت سيادة الرئيس دعا بتنظيم مصادر تمويل صندوق ذوي الهمم. يعني على جانب آخر كان هناك مشاركة عربية متمثلة في الطفلة مريم وهي سفيرة الطفل في دولة الإمارات، يعني بماذا تبعث هذه المشاركة من رسائل إلى العالم العربي؟ دايما مصر الحقيقه الفكره بتحولها الى فكره اقليميه، لانه دايما احنا بنتكلم على اولا مسانده ذوي الهمم، ده شيء انساني قوي جدا ومهم وضروري، وبالتالي فالرئيس هنا بيتكلم على انه او هذه الاحتفاليه والمشاركه العربيه فيها بنتكلم على ان احنا بننقل هذه التجربه، والتجربه دي تبقى في الدول العربيه المختلفه، ويبقى في فعاليات مشتركه بين الدول العربيه فنيه ورياضيه وغيره لذوي الهمم. ده بي 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 بيسقط الحواجز وبيدعم فكره التمكين الكامل لذوي الهمم في المجتمع والمجتمعات العربيه، والتجربه المصريه اصبحت لافته، والحقيقه الامارات او الدول العربيه ايضا بيقدموا هذا الامر، فاحنا بنتكلم على تجربه يمكن تعميمها في الاقليم بالشكل اللي يبقى فيه سياق اصلا ايضا اقليمي وعربي في هذا الامر. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.